ليش ما فيك تشتغل وبدك إجازة اليوم؟ قلي رح نساويهم بكرة. قلتلكن تجيبوا ورد وبزور، جبتوهن ولا لسه؟ واضح إنه هدول دبلانين، مو شايفهم يعني؟ بعتذر، أنا رح شوفهم. رح أقطع حقهم من راتبك مدام أنا زلمة فقير. شو يعني فقير؟ الفقير بيعمل شغله كتير منيح. يلا روحوا. سارة، سارة، قليلة أدب. السلام عليكم إحسان. هلأ وصلت سارة على البيت وهي سايقة سيارتها، شكلها مو رايقة. وينه زاهين؟ مو هو اللي راح يوصلها اليوم الصبح؟ وقت ناديت لها ما ردت علي وطنشتني وفاتت على البيت فورا. ايه تمام. شو مغرورة عمي؟ شو صاير معك؟ ما في شيء، انا منيح. لا تخافي. شو بك؟ بس قلت لك انا منيح. زاهين شو صار معك؟ شبكون زاهين؟ شو صار اخي؟ خير؟ شوفي شو صاير معك. مين ضربك ابني؟ زاهين شوفي، اللي عامل حادث شيء؟ يعني هيك شيء. شو عم تقول؟ كيف هيك صار؟ اللي شو القصة؟ وقف احكي لي شو صاير. احكي لي يا زاهين. لك استنى شوي. لك هدي شوي يعني. شوف حالك ابنك، بدي اعرف شو صاير. شو صاير معك؟ بدي احكي لنا بعدين. انبسطت؟ قلت لك تسوق على مهلك، وقديش نبهتك ما بتسمع كلامي. شو هالاهمال كله ابني؟ كله بسببك طلعته بهالسياره. ما كان مبسوط بهالشغله ولا حابب يكون شوفير اصلا. لو انكم سمعتوا مني كان هلا عم يشتغل بشي شركه. امي خلصنا، لا تحكي مع ابي بهالطريقه. وينك شبانه؟ جيبي له الحليب. جاي امي. يا عمري انت منيح؟ تفضلي. ها اخي زاهين، احكي لنا شو صاير معك. ساره منيحه؟ هي صاير لها شيء؟ طيب قلي وين صار الحادث وسيارتهم صار لها شيء؟ تضرب السياره، صحته اهم. ما عاد في شغل هنيك ابدا. درستك وتعبت عليك، مو مشان تشتغل شوفير عند العالم الغربه. امي شوفي منيح، يعني شكله بيحكي غير قصه. في جرح على راسه وما في اثر تاني. شكله ابنك عالقان بشي خنقه مع حدا وما عم يقلنا. سالتي اسئله كتير زليخة. روحي على المطبخ شوفي الطبخ، وانت روحي عند اولادك. يلا بسرعه، انا بدي احكي معه لحالنا. روحي. يلا ابني يلا اشربهم، خلصها كلها يا قلبي. خليك مرتاح ايه، وخلص الكاسه. هلا احكي لي وراح تقلي الحقيقه. احكي. بابا، بنته للسيد احسان قلعتني من الشغل. شو قلت؟ شو السبب؟ ليش؟